أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجمات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية ومهاجمة مقر أونوروا في القدس. أوضح أبو الغيط أن الهجوم على رفح الفلسطينية يعد جريمة تضاف إلى السجل الإجرامي للاحتلال الذي يرفض الاستماع لصوت العقل، مضيفا أن المناورات الإسرائيلية المتواصلة لإحباط التوصل إلى اتفاق يقود إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى أصبحت مكشوفة للجميع. ولفت أبو الغيط إلى أن الاحتلال لا يهمه سوى تحقيق الانتقام الكامل من سكان غزة بغض النظر عن أي اعتبار إنساني أو قانوني.